وقعت اليوم وزيرة الشباب والرياضة حبيبة ساولبا على اتفاقية تعاون مع شركة الأمانة للتمويل الإسلامي المعروفة بصافي بغرض تمويل المشاريع الشبابية المختلفة والتي تهدف إلى توفير العمل والحد من البطالة في الوسط الشبابي. الحسين النور. من الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة لمحاربة البطالة سيما في الوسط الشبابي، وقعت وزيرة الشباب والرياضة حبيبة ساولبا اتفاقية تعاون بين الوزارة وشركة الأمانة للتمويل والاستثمار الإسلامي التي تعرف بشركة صافي. تهدف الاتفاقية حول تمويل ودعم بعض المشاريع الشبابية. وزيرة الشباب والرياضة بعد التوقيع على الاتفاقية قالت إن الوزارة يقع على اعتقها تمويل المشاريع الشبابية الهادفة، وإن هذا الغرض لا يتم إلا بمساعدة بعض المؤسسات الخاصة التي تسعى إلى النهوض بالشباب التشادي. والحكومة ما يقدر بيسوي كل كي بفنانسي يات بروجيانهم. هذا أني نشوفنا كده آخر ناتو نسو استفاقية ما بارتنير مش عاسم شسافي ده. من ناحيته المدير العام لشركة صافي سيف الدين مصطفى قال إن السياسة العامة التي تتبعها الشركة هي مساعدة وتمويل المشاريع الشبابية، لذا فإن عملهم بجانب الوزارة سيكون دفعة قوية لتنفيذ العديد من المشاريع الشبابية. فهي اتفقنا فوق عشان يكون بين شراكات بين القطاع الخاص والحكومة عشان نقدم خدمة بشكل أفضل لكل مشروعات الشباب. الاشتراكات الجديدة بتخلينا أننا كقطاع خاص نقدر نعرف كيف نتعامل مع الدولة ومع الشباب اللي عندهم مشاريع. كما استقلت ساولبا هذه السانحة مناشدة جميع المؤسسات والشركات الخاصة إلى ضرورة التعاون وتبادل الخبرات من أجل تحقيق أحلام الشباب. شهد اليوم مركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية افتتاح أعمال الورشة المتعلقة بتمويل عدد من المشاريع التنموية، وذلك من قبل الاتحاد الأوروبي. حليمة السعدية. في إطار التعاون المشترك بين تشاد والاتحاد الأوروبي جاءت هذه الورشة التدريبية لتمويل مشاريع السلطات المحلية لبلديات الثلاث في كل من موندو وبكين وأمهجر التي أطلقت في 31 من يناير الماضي لهذا العام. مدير مركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية سيفوت أثناء كلمته رحب بالحضور على تلبيتهم الدعوة، وطلب منهم على الاهتمام والاستفادة من المعلومات التي يتلقونها خلال هذه الورشة، مؤكدا بأن هذه المناسبة نظمت من خلالها بإفات جاءوا من المدن الثلاث موندو وبكين وأمهجر. والجدير بإشارة بأن مركز الدراسات من أجل التدريب والتنمية سيفوت ما زال يواصل مع المشاريع الثلاثة بمختلف الوسائل الفنية بهدف تسيير تنفيذ المشاريع بطريقة تحترم متطلبات تعاون الاتحاد الأوروبي. احتفلت منظمة جود نايت بارس في تشاد بالذكرى 10 من تدشين مكتبها في تشاد، وذلك في مناسبة شهدت حضور الأمين العام النائبة لوزارة المياه ريبيكا جاني. تقرير عبد الله أحمد. 3 أكتوبر 2017 يصادف الذكرى السنوية 10 لتأسيس منظمة جود نايت بورس في تشاد، وهي منظمة تعمل في مجال التنمية المستدامة لمختلف التخصصات، حيث توجد المنظمة في أكثر من 35 دولة في العالم، وفتحت مكتبها في تشاد منذ العام 2007. ونفذت جود نايت بورس عدة مشاريع تنموية في البلاد، منها ما يتعلق بالمجال التعليمي والمجال الصحي، إضافة إلى إنجازات أخرى كمساعدة الضعفاء والمحتاجين في القطاع الزراعي وتوفير المياه الصالحة للشرب لهم. المناسبة كانت بحضور الأمينة العامة النائبة لوزارة المياه ريبيكا جانفي، التي ذكرت المشاريع التنموية التي تم تنفيذها من قبل المنظمة في شتى المجالات، لا سيما حفر الآبار الارتوازية في العديد من القرى. وأصالة عن نفسها ونيابة عن الطاقم الإداري والفني بالوزارة، هنأت منظمة جود نايت بورس بالذكرى 10، متمنية لها المزيد من العطاء والتقدم في تحقيق أهدافها الإنمائية.
مديرة منظمة جود نايت بارت في تشاد هنأت هي الأخرى كل العاملين بمناسبة إطفاء الشمعة العاشرة من تأسيس المنظمة في تشاد، مضيفة بأن المنظمة قامت بتحقيق العديد من الإنجازات وفق الخطط المرسومة، لا سيما في التعليم، لأن العلم هو النور الساطع لرقي أي دولة في العالم. وبناء على ذلك شيدت المنظمة العديد من المدارس وفتحت مكتبات مزودة بالكتب العلمية، كما أنها قامت بتنظيم دورات تدريبية لتأهيل الشباب. واختتمت المناسبة بتقديم شهادات وجوائز تحفيزية للعاملين بالمنظمة الذين بدأوا العمل منذ فتح فرع المؤسسة بالبلاد. هذا هو تقرير.